جاهز. دكتور عبد الجليل تميمي، نعم، نشكر مشاركتك في ندوة المغرب العربي، نحييك في الدوحة. خلينا نسألك، تونس تقود أو تحاول أن تقود مسألة إعادة إحياء دور الاتحاد المغاربي، ما هي مرتكزات رؤية تونس نظرك؟ والله لابد أن ندرك أولاً أنه منذ القرن الماضي هناك رجالات وقيادات كانت تؤمن إيمانا مطلقا بالبناء المغاربي وعملت من أجله. فرأت مثال رائع عن هذا ويوسف الرويسي الذي أنشأ أول مكتب للمغرب العربي في دمشق، وثم بإيحاء منه أنشأوا مكتب المغرب العربي في القاهرة. وهذا الرجل ساهم في البنية الأساسية للمغرب العربي، حيث احتضن مئات من الطلبة من المغرب الأقصى ومن الجزائر ومن تونس وليبيا، وضمهم إلى الجامعات السورية معنا. بعد ذلك طبيعة الحال جاء الاستقلال وساهم تونس في مؤتمر طنجة، وكانت الرؤية لا أقول ضبابية ولكن كانت واضحة. السباهي الأضغن رحمه الله كان الوزير الأول، ذهب على أساس أنه هذا مصير مشترك للجميع. طبيعة الحال عندنا تقارير وعندنا الرؤى كلها، وهذه الرؤى من سوء الحظ تعقدت بحكم الجو السياسي، الحرب الجزائرية المغربية، تعطلت إنشاء هذا المغرب العربي، معناها لجان المغرب العربي، واللي كان أحد فاعليها الأستاذ مصطفى الفيلالي. ومصطفى الفيلالي يعتبر من بنات هذا المغرب العربي فكرة، وتبلورت المعطيات مع ذلك عندما أعلن على الاتحاد العربي في اتفاقية مراكش بفيروي، ووضعوا البصمات الأولى أو اللمسات الأولى لهذا البناء المغاربي. تعلمون ويعلم الرسادة أن مشكل البوليساري هو من أعقد المشاكل التي عقدت مصيرية المغرب العربي. ما في سوء الحظ، ما في نوع من الانفراج بين الجزائر وبين المغرب، وتمادى هذا إلى اليوم. أقول تمادى إلى اليوم، ولم نتمكن كقيادات فكرية وقيادات سياسية أن نتغلب على هذا الملف. الآن الوضع تغير بمجيء منصف المرزوقي. أنا أعتقد أن منصف المرزوقي يؤمن بجدلية المغرب العربي. مبادرته الخمسة نقاط لا كذا وكذا مهمة جدا. طبيعة الحال أستطيع أن أقول أنها جاءت في ظرف غير مواتي، لكن لا شك أن منصف المرزوقي كان يؤمن بذلك. نرجع الآن إلى الرأي العام التونسي. الرأي العام التونسي يرى، على الرغم من أن شباب الثورة لم ينادي بالاتحاد المغربي العربي، لما جاءت الثورة الحرية بالتشغيل الكرامة كذا، ولكن لم ينادي المغرب، لكن في أعماق التونسيين الناس الذين واكبوا هذا كانوا يرون أن هذا المغرب العربي هو حل لجزء هام من مشاغلنا الجو السياسية والاقتصادية والمعرفية. يعني هل معقول بين تونس وبين الجزائر وبين تونس والمغرب وبين تونس وليبيا ما في شراكة معرفية؟ معقول جدا. والذي يؤلم أكثر فأكثر أن شبابنا الجيل الجديد لا يعلم عن جدلية هذا الملف. فأنا ناديت الحقيقة، أنا يأست من القيادات السياسية كلها، يأست من البيروقراطية القاتلة، هي التي عطلت مشروع المغرب العربي سواء كان في المغرب أو في الجزائر أو في تونس، لأنه لم يدركوا أو لم يعوا بأهمية وخطورة هذا الزلزال لو يتم على مستوى المغرب العربي. أنا أقول هذا الملف يتوقف على جيل جديد من المغاربيين، عن طريق الانترنت، عن طريق الفيسبوك، عن طريق إدخال مضمون المغرب العربي في سلوك
وعقلية ومنهجية الدراسية. هذا يمكن معناه الآن المغاربة ما عندوش الأرضية الأولى للانطلاقة. وأنا أنادي بإعادة تركيب العقلية المغاربية. الشباب يتغير، معناها إيجاد متاحف متنقلة، إيجاد معناها معارض متنقلة، توحيد وضع حوالي في كل أسبوع ساعة إذاعة وتلفزة وموحدة حول هذا الملف. هذا كله يحتاج إلى قناعات وإلى ثوابت، وهذه القنوات نحن نعمل من أجلها. بين قوسين مؤسستنا عملت 4 مؤتمرات دولية عن بناء المغرب العربي، كنا الوحيدين ونشرنا أكثر من 250 دراسة حول هذا الموضوع. لكن المغرب العربي لا يقرأ والمشرق العربي لا يقرأ أيضا كل هذا الإنتاج العلمي والمعرفي.